يواصل فريق كرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 من أكتوبر الجاري بمشاركة أنديات الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا. يأتي قرار الجهاز الفني بتصعيد الثنائي في ظل السياسة المتبعة بتصعيد العناصر المميزة من فرق قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء للتدريب مع الفريق الأول للوقوف على مستواهم وتجهيزهم للفترة المقبلة. حقق المقاولون العرب فوزا على مضيفه القناة بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب القناة في إطار الجولة الأولى من دوري المحترفين لكرة القدم القسم الثاني ألف. يقيم اتحاد كرة اليد غدا برئاسة محمد الأمين احتفالية لتكريم أبطال العالم من منتخب كرة اليد للكراسي المتحركة ومنتخبي 2004-2006 المتوجين ببطولة إفريقيا للشباب والناشئين. وأكد الأمين أن كرة اليد المصرية تواصل نجاحاتها بفضل جهود المخلصين ودعم الدولة، مما ساهم في نجاح تنظيم بطولة العالم للكراسي المتحركة التي استضافتها مصر الشهر الماضي، حيث تم التتويج بالمونديال لأول مرة في التاريخ. انتهى مجلس إدارة اتحاد ريشة الطائرة برئاسة علي حسب الله من وضع اللمسات الأخيرة على الصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي التي تستضيف فعاليات النسخة 9 من بطولة مصر الدولية، وتقام البطولة خلال الفترة من 9 وحتى 13 من أكتوبر الجاري بمشاركة 27 دولة. هذا وأعلن الاتحاد المصري عن مجموع جوائز البطولة والذي يقدر بحوالي 10,000 دولار ستكون موزعة على أبطال المسابقات.